كل سنة وانتم طيبين. أول يوم في السنة الجديدة كل الناس بتبقى يعني شغوفة وعايزة تعرف يا رب السنة الجديدة شايلة لي إيه، يا رب هيكون حظي أحلى ولا زي السنة اللي فاتت. طيب الطاقة هتكون شكلها إيه السنة دي، طاقتي إيجابية ولا طاقتي سلبية؟ ده بيكون نتيجة انه الابراج بتدخل في بعض وبيبقى لها نتائج ايجابية ونتائج عكسية. اسئلة كتيرة جدا وناس كتيرة بتحاول تسعى ورا هذا الموضوع وتتساءل، وفي ناس بتروح تشتري كتب التوقعات السنة الجديدة. جبنا لكم النهاردة خبيرة علم الطاقة رشا مراد. كل سنة وانتي طيبة يا رشا. كل سنة وانتي طيبة يا دكتور. يعني بنتمنى انه السنة الجديدة 2020 تكون احسن من السنة اللي فاتت على كل المستويات. كل شخص يعني بيبقى له امنيات كتيرة على المستوى الشخصي والمستوى العملي، مستوى الاسرة، حاجات كتير. قولي لنا توقعاتك ايه ل2020؟ بصي، مبدئيا زي ما اتكلمنا قبل الهوا، هو 2020 احسن بكتير جدا من 2019. 2019 كانت سنه كبيسه جدا علينا كلنا، يعني على كل الابراج. ايوه. سفلتتنا قوي يعني. تقريبا كلنا داخلين 2020 عندنا بوتنشلز حلوه جدا. فانا شايفه على كل المستويات، حتى على المستوى الشخصي او المستوى السياسي او على المستوى الدولي، لا 2020 هي يعني سنه فيها بوزيتيف انرجي قوي. حتى من الرقم كده رقم لطيف 2020 يعني. غير كده هي سنة استقرار، استقرار في كل حاجة، حتى ايفن كل الأبراج أو على نطاق الدول. أنا شايفة هيحصل استقرار أكثر بكتير جدا من 2019. فلا، أنا عايزة الناس كلها تتفائل كده ويدخلوا بقلب جامد وبطاقة إيجابية قوية جدا. هل الرقم بيكون له تأثير على السنة؟ طبعا اكيد. علم الابراج ليه علاقه بعلم الارقام، وكمان احنا بادئين السنه بيوم اربع، وتشز انا بتفائل برضو بيوم الاربع. فانا حقيقي شايفه ان هي يوم الاربع انا بحس ان هو يوم في انرجي، داخلين على اخر الاسبوع حتى، وفي في طاقه كده يعني. فانا لا، انا متفائله جدا ب 2020. وانا شايفه كمان ان 2019 اخذت مننا مجهود نفسي قوي، نفسيا انا بتهيالي معظم الناس 2019 كانوا نفسيا متأثرين بشكل سلبي. فلا، وانا كنت حاسه انه الناس منفعلين. أيوة، مش عارفه ليه، بس كنت بشوف الانفعال في كل اللي حواليا، حتى على مستوى البلد. انا حاسه ان 2019 كان فيها يعني، لا كان فيها شويه ابس اند داونز، بس الحمد لله نهايتها كانت نهايه سعيده. انا شايفه نهايه 2019 احنا داخلين كده واحنا متفائلين يعني. طيب انت متفائله، تعالي نشوف الناس في الشارع توقعاتهم ايه بالنسبة لعشرين عشرين. كانت معانا نسرين الجبالي مراسلة 90 دقيقة، سألت الناس عن ايه اخباركم في 2020، متفائلين ولا لا؟ نشوف كده رأيهم كان ايه. ترى حظك ايه السنة دي في 2020؟ أنا شايفة إن حظي يبقى حلو ومتفائلة يعني بالسنة الجديدة. السنة دي غير كل سنة، علشان معايا خطيبتي. أنا في السبعينات، أنا حظي شفته من زمان، أنا عايز حظ البلد. لا، ما أعرفش، لا أؤمن بهذا الموضوع. تتوقع حظك هيكون إيه السنة دي في 2020؟ إن شاء الله تكون سنة سعيدة إن شاء الله علينا وعليكم وعلى أمة المسلمين إن شاء الله أجمعين. بصي، وأنا كده كده حظي في 2019 كان زفت، فالله أعلم بقى في 2020 هتبقى إيه، بس يعني يمكن خير ان شاء الله. خير ان شاء الله، متفائل طبعا، لازم اكون متفائل. لا، متفائله خير ان شاء الله. لا، السنه دي ان شاء الله حاسس كده متفائل خير ان شاء الله، تبقى سنه خير باذن الله. امنيتك ايه السنه دي؟ والله ان الدنيا تتظبط وكل حاجه تبقى تمام، يعني احسن من السنه اللي فاتت كده، وقت ما بقاش فيه مشاكل في الشارع وتبقى الدنيا ماشيه ويبقى كل حاجه تمام ان شاء الله. ان شاء الله نتعشم تكون السنه سعيده على الكل، وطبعا ليا فيها اماني خاصه واماني عامه. الخاصه طبعا بالنسبه لحياتي الخاصه وحياه اولادي وبتاع، بدل ربنا يوفقهم ويوفقني في عملي،
وبالنسبه للامنيات العامه طبعا ربنا يصلح حال مصر ويوفق الشعب المصري. امنيتي ان انا يعني اشتغل في اعلام شويه، يعني صراحه ان انا خريج اصلا كليه اعلام. بتمنى يبقى سنه سعيده علينا جميعا. امنيتي ان شاء الله اجيب عربيه، ادعي لي. امنيتي ان اللي بحبها تفضل معايا طول حياتي، وان ربنا يكرمني في السفر، وربنا يخلي اهلي ليا ودعواتهم ليا. اوصل يعني في شغلانتي يعني كده باذن الله ان انا يعني اتقدم في احسن. ننجح السنه دي عشان لسه في الجامعه والبلد تبقى كويسه. نفسي تكون ان شاء الله سنه سعيده علينا وعلى الجميع، وامنيه حياتي ربنا يعني يخلي لي مامتي وعيالي وجوزي وبابايا، وما اجيبش حاجه وحشه ان شاء الله. امنيتي ان شاء الله في 2020 احقق كل احلامي، ابقى نجم كبير وده مستحيل. شغال الحمد لله، بقول يا رب. امنيتي اشوف اولادي كلهم ان شاء الله كويسين في المدارس. والله 2019 كانت سنه حلوه قوي، و2020 هتبقى احلى ان شاء الله. شفنا رأي الناس في الشارع، في ناس كانت متفائلة وفي ناس تانية متشائمة، وكان في ناس حابة 2019 وكان في ناس كرهاها جدا. رشا نبتدي معاكي، ناخد الأبراج. اوكي. عايزين هنبتدي ببرج الحمل. اوكي. قولي لي شايفة ايه؟ بصي، زي ما اتفقنا نقول أول حاجة صفات البرج عامة. أيوة. بعد كده نتكلم عن أهم النصايح والتوقعات لسنة 2020. أوكي. برج الحمل ده برج ناري، أول حاجة أنا بعتبره البيبي بتاع الأبراج، لأنه هو أول برج بنبتدي فيه. هو عامل زي البيبي أو زي الطفل كده، اللي هو تلاقيه لما بيحب حاجة بتشعبط فيها قوي، بيبقى عنده حب تملك، عنده حب يعني دايما حاجة بتاعته كده بتبقى بتاعته، مش عايز حد يقرب منها. برج شجاع جدا، شخصيته قوية، عنده قدرة قيادية رهيبة. يعني اي حد برج الحمل هتعاملي معاه تحس ان هو قائد في نفسه كده، حتى لو هو طفل صغير هتحس ان هو عنده حب للقيادة. برج صريح جدا جدا جدا، يعني انا بعتبره من اكتر الابراج الصريحة، صريح لدرجة ان هو ممكن يوجع اللي قدامه بصراحته. برج الحمل برج شخصيته قوية، واثق في نفسه، بيكره الكذب جدا. يعني لو حد في حياتك برج الحمل ما تحاولش تكذب عليه، لان هو ذكي جدا، بيعرف يلقط الكذب، بيحلل كويس قوي. غير ان هو يعني بالنسبه له لو حتى حد شخص مرتبط بيه او شخص قريب منه كذب عليه، فخلاص ده خط احمر بيقفل عليه. انا بحب برج الحمل جدا، صاحبتي معايا في الكنترول برج الحمل، فبرج من الابراج القريبه يعني جدا لقلبي يعني. عيوبه ان هو برج متسرع، متهور، لما بيبقى عايز حاجه بيبقى عايزها دلوقتي حالا. عصبي، فعصبيته بتبقى وحشه جدا جدا، يعني لما يتعصب احترس من برج الحمل حين يتعصب يعني. غير ان هو ما عندوش بلانز، يعني مش من الابراج اللي عندهم بلانز كده وعارفين يقعد بقى ويخطط. لا لا، ما عندوش تخطيط خالص، هو عارفه انت اللي هو يلا اعمل كذا يلا بينا على طول. فهو ما بيحبش البلانز برج الحمل، بس هو برج انرجيتك، بيدي طاقه وبيدي يعني اي حد في حياتك برج حمل تلاقيه دمه خفيف، بيضحكك، بيحب هو باورفول كده، مليان طاقه يعني. 2020 بالنسبه لبرج الحمل شايفاها سنه سعيده جدا، كلها ايجابيه، فيها نجاحات على المستوى العملي. يعني الحمل شايفه ممكن يكون عنده ترقيه، وسبيشالي في اول السنه، يعني مثلا معظم الناس الحمل ممكن يجي لهم ترقيه او يروحوا وظيفه افضل، فعمليا انا شايفه ان هو بيتقدم للاحسن. سبيشالي ان هو 2019 ما كانتش سنه مستقره بالنسبه له قوي. عنده كفاينانشالي او على النطاق المالي جاي له فلوس، سبيشالي يعني اول جزء من السنه، يعني اول ست شهور جاي له فلوس حلوه، فمحتاج يحوش بقى عشان النص الثاني. يعني فاينانشالي هيبقى احسن اول ست شهور. يعني برج الحمل نصيحه ان هو ما يصرفش كل فلوسه. أيوة. في الست شهور الاولى من 2020. نصيحه ثانيه، عايزاه يبطل عصبيه، يعني ممكن يكون من احد اسباب ممكن تبقى مؤثره عليه شويه. ان هو سهل استفزازه وسهل عصبيته، فممكن لو في منافس ليه او في شخص ما بيحبوش عارف يستغل نقطة الضعف دي. فنصيحة تانية ان برج الحمل يحاول يتحكم شوية في انفعالاته وعصبيته. يعني طب على مستوى الحب، على مستوى الحب رجل او امرأة؟ بصي، على مستوى الحب شايفة ان هي سنة بالعكس فيها فرص كتيرة في الحب، وعنده استقرار عاطفي. يعني هو مش من الابراج اللي هيبقى فيه عندها اون واف في الحب، بالعكس هيبقى عنده استقرار عاطفي، عنده حب، عنده توأم روح. يعني هو لو مش يعني لو منفصل او مرتبط هيقابل توأم الروح ده، يعني اقرب شخص هيكون لقلبه.
فانا شايفه عاطفيا لا، عنده استقرار عاطفي وعايش حب، وبالعكس هيبقى معطاء في الحب كمان يعني. ممكن كمان يكون لو منفصل اعتقد يجي له اوبورتيونتي بارتباط جديده يعني، وعنده زواج يعني، معظم مرهق الحمل على اخر السنه يعني، ممكن على اوغست او جولاي على الصيف يعني، يبقى عنده اوبورتيونتي لارتباط وزواج يعني. ندخل بعد كده على بعد الحمل عندنا ايه؟ برج الثور. برج الثور انا بحبه برضو جدا، هو برج راسي كده وهادي، وعارف هو بيعمل، هو عكس الحمل خالص. عنده بلانز، عارف هو عايز ايه من الدنيا وعارف يوصل لها ازاي، صبور جدا 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 يعني. اي حد في حياتك برج الثور تحس ان هو شخص صبور، ويعني عارف الهدف بتاعه هيوصله امتى وازاي. بس عنيد، عنيد جدا. هي دي مشكلة برج الثور، واللي بيتعامل مع برج الثور لازم يبقى عارف ان هو برج عنيد. برافو عليك. وكلامه من نفسه. أيوة. بيحبش ان هو ياخد نصيحة او ان هو شخصيته قوية. هو برضو من الابراج اللي عندها ليدرشيب سكيلز، عندهم قدرة قيادية رائعة. غامض، ما تقدريش تفهميه، ما تعرفيش هو بيفكر ازاي، ودايما يبان اكبر من سنه. حتى طفل برج الثور تحس ان هو عاقل كده. انا بنتي برج الثور عشان كده بقول لك ان هو صعب جدا يعني. اصلا بقول لها انت تاريخ ميلادك امتى؟ بتقولي اي نو، انا تورس اصلا. شفتي يعني بقت مثقفة جدا وشاطرة. برج الثور كمان من الابراج اللي تقدري بيشيلوا مسؤوليه كويس قوي يعني، هم بيعرفوا يتحملوا مسؤوليه. حتى من هم صغيرين رجل وامراه الثور يعتمد عليهم، ولبق جدا، بيعرف يتكلم كويس، بيعرف بيتكلم بثقه. هو برضو من الابراج الواثقه في نفسها يعني، دايما حتى القاده والرؤساء الدول هتلاقي منهم ثور يعني مرشح ان هو يمسك منصب زيه زي الحمل على فكره. يعني الاثنين بيشتركوا في النقطه دي، بس هم عكس بعض. ان الثور دايما تحس ان هو عايز يبقى عنده بلانز، عايز يوصل لحاجه، هو ما يعرفش يمشي من غير بلانز. لازم وبيبلان كمان حاجه شورت تيرم يعني، حاجه قصيره وحاجه طويله. برج الثور رومانسي جدا يعني، هو من الابراج اللي تعتبر برج رومانسي، مع ان هو ترابي بس هو اكثر الابراج الترابيه رومانسيه يعني. عيوبه بقى زي ما حضرتك قلتي كده، عنيد جدا جدا جدا، ما بيحبش حد يمشي رايه عليه. دايما ممكن تحس انه مش عاطفي شويه في حته يعني، عنده مش هقول انانيه بس يعني الفلوس مهمه بالنسبه لبرج الثور، ان هو يعمل فلوس دي حاجه مهمه جدا بالنسبه له. غيور بشكل مش طبيعي. يعني بيغير حتى ان هو مش عايز حد يكمبيت معاه، او مش عايز حد ينافسه. وغير كده بيغير على هو بيحب، بيبقى غيرته غيره قاتله يعني. يعني الله يكون في عون الستات المرتبطين برجل الثور. انا بعتبره من اكتر الابراج الغيوره، وعنده حب تملك قوي جدا يعني. طب الحظ بالنسبه للزواج لبرج الثور؟ برج الثور بقى انا هقول ان السنه دي من اكتر السنين حظا فيها برج الثور. عنده حظ حلو جدا جدا ان شاء الله باذن الله. عنده زي ما يكون بيكتشف نفسه من جديد، عارفه اللي هو كانه بيكسر الحواجز والقيود. عنده حتى في العمل عنده اوبورتيونيتيز، عنده استثمارات يعني. لو حد عنده شركات او عنده فلوس كويسه جدا داخله للثور، عنده استثمارات كويسه جدا، التجاره. ممكن كمان سفر كتير يعني. وفي موضوع الحب انا شايفه الثور عنده اوبورتيونيتي او فرصه كبيره جدا يرتبط من حد من جنسيه تانية او من بلد تانية. وعنده كمان ممكن يكون في كوميونيكيشن او في اتصالات مع دول خارجيه يعني، ممكن يشتغل في حاجه ليها علاقه بره، يسافر يشتغل بره، بس في اتصالات في دوله تانية غير الدوله او غير البلد اللي هو عايش فيها. بس انا جنرالي انا شايفاها سنه ممتازه جدا على كل الاصعده، وسبيشالي الاصعده الماليه يعني. هيجي له فلوس كده فجاه ما كانش عامل حسابها برج الثور. مثلا فلوس كانت متاخره ليه هتجي له، لا يعني انا شايفاها سنه سعيده جدا. وفي الحب كمان شايفه عنده اوبورتيونتي ان هو يقابل حد جديد يعني. اللي بعده؟ اللي بعده برج الجوزاء. برج الجوزاء برج هوائي. انا بشوفه عارفه انت البرج بقى الانرجيتك برضو، هو زي برج الحمل. طاقه وباور ودمه خفيف جدا جدا. يعني تزهقيش عمرك من برج الجوزاء، رجل او امراه. ودايما تحس ان هم مش بيبان عليهم سنهم، لان على طول بيحبوا الضحك والهزار، و اذكياء جدا جدا، عنيدين برضو من النوع اللي حطوا حاجه في دماغها يعني. لا هو كمان في حاجه في برج الجوزاء، ان هو بيتعب اللي معاه. هو ابراج يعني الصعبة. هو دلوقتي معاكي بكلام وبكره او بعده
لا هم غير كلام. هم الاسم اصلا جوزاء يعني هم يعني عارفه they have two personalities عندهم شخصيتين اصلا اللي هو احبك اكرهك أو لا لا هم كده this is their personalities. طب مش هيعقل شويه من خلال 2020؟ 2020 بقى برج الجوزاء كانه بيكتشف نفسه من جديد برضو عنده تغيرات كتيره جدا في شخصيته يعني كانه هو بقى عارف هو عايز ايه. هو برضو من مشاكل برج الجوزاء ان هو مش محدد دايما تايه تحس ان هو انا عايز ده وعايز ده وعايز ده وعايز كل الحاجات دي. لا انا شايفه ان 2020 هيبقى عارفه انت يرسى كده وهيستقر ويبطل فضول هيبطل كلام كتير حتى تحس ان هو بقى عاقل كده. لو اي حد في حياتكم برج الجوزاء 2020 تحس ان هو في حبه عقل كده نزلوا عليه جه عنده انفستمنت حلوه قوي قوي يعني هيعملوا فلوس كويسه على نطاق العمل. برضو عندهم نجاحات وعندهم شراكات يعني انا يعني اي حد بيفكر يعمل شركه او يبقى بارتنر مع حد ببرج الجوزاء بشجعه. على نطاق العاطفه برضو شايفه عندهم ارتباطات كويسه جدا جدا سبيشالي مع برج الثور يعني شايفه ثور وجوزاء في اوبورتيونيتي ان هم يرتبطوا ببعض. برج وعنده حاجه برضو حلوه قوي ان هو كان عنده مشكله مع ارتباطه بالماضي يعني ممكن يكون مثلا كان عنده قصه حب مش عارف ينساها عنده أيه. زواجه لا حاسه ان هو هيقفل الماضي كده بالضبه والمفتاح كأنه بيبتدي صفحة جديدة في حياته ودي حاجة حلوة قوي يعني بالنسبة للجوزاء. فأنا شايفاها سنة استثمارات وسنة فيها مفاجآت كتيرة هو ما كانش عامل حسابها. بس نصيحتي لبرج الجوزاء شوية ان هو يعني بطل تشتت يعني ايه يعني مثلا انا شايفه الجوزاء ممكن من نوعيه ناس تشتغل في كذا مجال. لا انت لازم تحدد انت عايز تستقر في ايه. واي حد جوزاء بيفكر يعمل اي استثمار سنه 2020 بتوعده بنتائج هائله وفلوس كتيره يعني جدا يعني نقدر نقول لانه كانت سنه 2019 كانت الحياه كانت صعبه عليهم شويه بالظبط اصحاب الجوزاء فنقول ان هما هيبقى افضل في 2020 بكتير يعني تمام. اللي بعد الجوزاء السرطان وده برج مهم عندكم في القناه عشان استاذ رئيس التحرير حاطه لي 60 خطه على السرطان. سرطان بصي حساسين عاطفيين جدعان جدا جدا بيحبوا الناس هو برج كده عارفه انت عاشق للناس من نوع اللي عنده ايثار كمان يعني دايما يحب مصلحه الاخرين عن نفسه. مش السرطان دايما دايما عايز يساعد الناس هو هو شخص مش اناني يعني مش اناني خالص أناني. لا مش اناني وبعدين شخص كتوم يعني تثقي فيه جدا هادي ما بيحبش الكلام الكتير ما بيعبرش عن نفسه هو دايما تلاقيه ساكت كده وهادي وما بيحبش الاضواء خالص. برج السرطان من النوع اللي بيستخبى من الاضواء. السرطان اصلا عنده مشكله دايما ان هو مش بيخاف بس هو بيحب السيفتي كده بيحب الاستقرار ما بيحبش التغيير الكتير. عيوبه بس ان هو غامض ما تفهميلهوش وحساس جدا 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 يعني بيزعل بسرعه. 2020 هتحمل ايه للسرطان؟ برج السرطان 2020 هو بيدور على الحب يعني انا اكتر حاجه هتم بيها برج السرطان سنه 2020 هو ان هو يستقر في حياته العاطفيه. والحاجه الحلوه ان لو في حد منفصل في برج السرطان اعتقد ممكن يرجع تاني يعني في رجوع للناس المنفصله لبرج السرطان. الناس اللي مش مرتبطه او سنجلز عندهم برضو جواز او عندهم ارتباط جديد داخل حياتهم. على نطاق العمل شايفاهم دؤوبين هما بقى العكس داخلهم فلوس الجزء الثاني من السنه يعني هو عكس مثلا حمل لا هو اول 6 شهور هما داخلين سنه 2019 متدمرين برج السرطان فهو داخل اصلا اوريدي بيستجمع قواه فهو اول 6 شهور كده هيعديهم حلو يعني يظبط نفسه كده شايفه نجاحاته وحتى كماديا الدنيا تبدا تظبط معاه اكتر من ان شاء الله باذن الله من بعد شهر مايو يعني من بعد شهر 5. شايفه كمان عندهم سفر بره عندهم ارتباطات من ناس بره المكان ممكن يرتبط بحد من جنسيه تانية او من بلد تانية يعني. بعد السرطان عندنا ايه؟ برج الاسد. الاسد ده ملك الغابه بقى. الاسد دايما تحس ان هو شو اتنشن يعني عايز يبان تحت الاضواء كده عارفين انا ملك الغابه انا عايز اظهر. فبرج الاسد من الابراج الكريمه جدا الجدع جدا برضو برج قيادي زيه زي الحمل زي الثور عنده شخصيه قويه واثق في نفسه قوي قوي عنده القدره ان هو ياثر على الاخرين دايما تحسي لو طفل اسد حتى قاعد في مجموعه يعرف يخليهم كلهم يسكتوا ويسمعوه. فعنده شخصيه قياديه قويه جدا جدا. عيوبه ان هو عنده الايجو بتاعه عالي شويه يعني شايف دايما نفسه اذكى من الناس التانيه شايف نفسه اقوى من الناس التانيه
عنده كمان حب تسلط رهيب. يعني هو الوحيد اللي بيفهم اكتر من الاخرين. بالظبط كده، دي مشكله متسلط. يعني انا اللي كنترول، بس انا معايا الريموت الكنترول، ما حدش يتدخل وياخد مني ريموت الكنترول. طيب 2020 شايله له ايه؟ نجاحات قويه جدا جدا ان شاء الله باذن الله في العمل، يعني ترقيه. يعني انا شايفه ان هترقوه، وشايفه في ممكن ياخدوا تايتل اعلى، بوزيشن اعلى، سلطه اعلى. شايفه عندهم كمان صحيا افضل. برج الاسد من الابراج اللي كانت صحيا ما كانش مظبوطه معاهم في 2019، شايفه ان 2020 صحيا هيكونوا افضل. شايفه عندهم اهتمام بالعيله، يعني الفتره دي زي ما يكونوا عايزين يعملوا توازن ما بين العمل والعيله، فشايفاهم الفتره دي اكثر اهتماما بالجانب العائلي، باولادهم، بالعيله بتاعتهم، باباهم ومامتهم اللي مش مرتبطين، هيبقوا في جانب عائلي قوي جدا جدا. شايفه برضو عندهم فلوس كويسه، يعني على النطاق المادي شايفه، يعني هم من الابراج اللي شايفه الدنيا لطيفه جدا عندهم برضو في 2020. وعلى النطاق العاطفي شايفه، بس يعني ممكن نصيحه، ممكن يحصل شويه اضطرابات عاطفيه عند برج الاسد، يعني ممكن يحصل انفصال مؤقت في نص السنه، يعني اول 3 شهور هيعدوا تمام، نص كده السنه كده ممكن يحصل، عارفه انت اللي هو انفصال مؤقت، يعني زي بريك اب كده، بس مش اوفيشال مع شريك حياته، سواء بقى جواز او خطوبه، بس ما فيش انفصال دائم. يعني انا عايز اسال، انت تقولي ايه مثلا النص الاولاني النص الثاني، هل تدخل الابراج في بعض بيأثر فعلا على طبعا الشخصيات؟ حركه الكواكب اكيد بتأثر على الشخصيات. يعني وهتلاقي على فكره، اقول لك على حاجه ثانيه، يعني مثلا هتلاقوا الابراج اللي مولود، يعني الناس المولوده في نفس الحقبه ممكن يكونوا بيعانوا من نفس التأثير الاجتماعي او النفسي. يعني احنا عملنا سيرفي او جبنا مثلا من ناس من كالتشرز مختلفة او من بلاد مختلفة، بس مولودين في نفس العشر ايام او مولودين في يوم واحد، هتحس ان هم نفسيا بيعانوا من نفس المشاكل. حتى ايفن اجتماعيا لو حد حصل له انفصال، هتلاقي معظم، او هقول بنسبة 80% من الناس هيعانوا من نفس المشاكل النفسية والاجتماعية. طيب والمادية. ايه البرج اللي لما بيدخل على او الكوكب اللي ما بيدخل على كوكب اخر هو اللي بيؤدي الى ده؟ بص، كل كوكب بيبقى مسؤول يعني عن، يعني اسمع تقريبا انه زحل. زحل ده اللي هو بتاع الزعل والنفسيه والحاجات، وبلوتو ده شكله قاعد فتره طويله بقى، احنا عايزينه يرحل. هيرحل ولا ايه نظامه؟ لا انا قلت على فكره، بصي يعني خلاص احنا متفقين يا دكتور، هو 2020 خلاص احنا ايجابيه يا جماعه الى اقصى درجه. احنا خلاص سلبيه دي عايزين نرميها امبارح، خلاص احنا قفلنا على كلمه، يعني مش احنا قفلنا 2019 تاخد السلبيه بتاعتها. طب يعني زحل ماشي ولا موجود معانا؟ بصي انا زي ما قلت ان انا شايفه ان كل الابراج، انا حتى بعد ممكن بعد ما نخلص هقول لك مين الابراج اللي هيكونوا اكثر حظا، يعني هيبقى عندهم حظ وفير جدا. يعني طب يلا نكمل ونقول مين الابراج اللي عندهم حظ وفير. احنا وصلنا لبرج الاسد. الاسد انا فانا شايفه الاسد، لا سنه لطيفه جدا، وعلى نظام العمل كمان شايفه ان هي تبقى رائعه. يعني العمل اكتر حاجه هيبرع فيها برج الاسد. نيجي بعد كده على البرج بتاعي اللي هو ايه؟ اللي هو برج العذراء. العذراء برج العذراء، مش عايزه اتكلم عن نفسي كتير، بس مش عايزه اشكر في نفسي كتير. بالظبط كده. برج العذراء، برج بنتي كمان رند برج العذراء. يعني انت وبنتك برج واحد؟ لا، واختي، احنا ثلاثة، انا وبنتي واختي. بس انتوا تلاقيكم متفاهمين جدا. لا بس المشكلة الاقطاب المتشابهة بتتنافر. يعني انا في حاجات مامتي كانت بتعاني منها فيا، تصدقي بقيت بحس ان انا نفس الكومنتس اللي مامتي كانت بتقولها لي انا بقولها لبنتي بالظبط، يعني نفسها اكزاكتلي. يعني برج العذراء بقى، خلينا نقول ان هو برج برضه ترابي، يعني ستيبل، ما بيحبش تغيير كتير، طيب جدا، برج عارف برضه هو عايز ايه، طموح، برج عنيد شويه برضه، لو حط حاجه في دماغه مثابر صبور. هو زيه بينتمي الى، يعني زيه زي برج الثور، زي برج الجدي. برج بيفكر بعقله اكتر الا اذا وقع في الحب، يعني برج العذراء برج عاطفي عندما يشعر بالحب الحقيقي. برج العذراء عيوبه ان هو hardly to be satisfied، صعب قوي ارضائه. وانا بعاني الموضوع ده. يعني برضو من النوع اللي هو يعني دايما ممكن الناس تستغل طبته شوية، ان هو طيب جدا، فتحس ان هو بيتم استغلال طبته. نتكلم بقى حظ برج العذراء، شايفة ان هو من الابراج الاكثر حظا برضو في 2020 على نطاق العمل، بس هو ممكن اول شهرين الدنيا بتبقى مش ظابطه معاه شويه، بس من بدايه من شهر مارس لا، الدنيا تبقى فيها ترقيه، في فلوس، في انتصارات، في نجاحات، في فرح، في احتفالات ان شاء الله باذن الله. يعني برج العذراء كمان على النطاق العملي شايفه ان عندهم فرصه في الترقيه، يتغيروا مكان شغلهم برضو، فلوس، استثمارات برضو كويسه جدا، ممكن يبرعوا في مجال معين، عندهم كمان شهره، عندهم عاطفيا برضو استقرار عاطفي اكتر او توازن عاطفي.
ارتباط اكتر، بس برج العذراء من الابراج اللي ملهاش عوده للماضي، يعني لو حد منفصل من برج العذراء مش هيرجع للي كان مرتبط رجوع دي. عنده يعني ممكن يدخل في حاجه جديده بس ما عندوش رجوع يعني. وشايفه عنده كمان قدره على يعني على امتصاص المواقف، يعني هيبقى عنده قدره ان هو يعني في تحديات هتقابله في الشغل بالذات، يعني عنده منافسين هيبقوا سيئين شويه ليه، بس هو يقدر يتحداهم يوصل لمرحله كويسه. فشايفه ان هي برده سنه لطيفه جدا على برج العذراء. ندخل بعد كده على برج الميزان. برج الميزان برج هوائي. برج الميزان من الابراج اللي شاطره قوي في الكوميونيكيشن، يعني عندهم تحس ان هم دايما بيعرفوا يبنوا صداقات، عندهم صحاب كتير جدا، بيهتموا بنفسهم. ابراج برج الميزان برج قوي برضو، شخصيته قويه، الا ان مثلا في عيب فظيع ان هو متردد شويه، يعني ده احد عيوب برج الميزان التردد. غير كده ان هو ما بيعرفش ياخد قرارات، يعني دايما برج الميزان عايز حد ياخد له قرار. طليق اللسان شويه، ما بيعرفش يسكت لازم يرد، فبيبقى انا بعتبره من الابراج الصعب التعامل معاها، يعني برج مش سهل يعني. حظ برج الميزان شايفه ان هو برده عنده سنه توازن، هو الميزان اصلا بيحب التوازن. عنده قدره على ان هو بيغير حاجات كتير في شخصيته، يعني هو في اكتر برجين هيبقى عندهم تغيير في شخصيتهم ميزان ودلو. تحس ان هم هيشتغلوا على نفسهم سيلف ديفلوبمنت، هيشتغلوا على حياتهم. شايفه عنده براعه في العقارات، يعني اي حد من برج الميزان يا جماعه بيفكر يشتري عقار او عايز انفست في العقارات هينجح فيها بشكل مش طبيعي. عقارات يعني بيع وشراء، وفي التجاره برضو، يعني اي حد بيفكر يعمل استثمار في التجاره في الميزان هينجح فيه جدا جدا. عنده تغيير كمان لبيته، يعني دفنتلي بنسبه 90% او 80% اي حد برج الميزان ممكن يكون بيفكر دلوقتي يغير بيته او يكبر بيته، وعنده كمان عربيه جديده يعني. فحلو يعني. على النطاق العاطفي شايفه برضو ان لا عنده استقرار عاطفي، بس برضو ممكن في اول السنه يبقى فيها خلافات شويه، بس ستيب باي ستيب الدنيا هتبدا تظبط لو منفصل يرجع، ولا صفحه جديده مع حد تاني؟ لا عنده رجوع برج الميزان للماضي، يعني الابراج اللي ممكن يبقى فيه نسبه كبيره للرجوع في الماضي برج الميزان، سبيشالي لو برج ترابي، يعني جدي ويعني جدي مثلا وعذراء وتور. وهيبقى عنده برده علاقاته كويسه جدا مع جوزاء واسد. يعني دي ابراج هيبقى فيه كونكشنز كويسه قوي مع بعض. بعد ندخل بعد كده برج العقرب. في حد عندكم برضو في التيم برج؟ لا ما عنديش عقرب. لا مش عندك انت في التيم بره. برج العقرب برضو من الابراج اللي كانت سنه 2019 سنه صعبه قوي. وسبيشالي ماديا، يعني هم خرجوا من 2019 ماديا اعتقد 70% من العرب داخلين مديونين، يعني عليهم فلوس كتير يعني. فعايزه اقول لكم يا جماعه ان انتوا ان شاء الله هتسددوا جزء كبير جدا من الديون. غير كده برج العقرب عندهم قدره قويه جدا ان هم يقوموا، فشايفه ان عندهم تغيير كتير في العمل، يعني ممكن يغيروا شغلهم، يغيروا طريقه شغلهم، ودي نصيحه مهمه جدا. شايفه ان برج العقرب محتاجين يغيروا طريقه شغلهم، يعني انت لو بتشتغل بطريقه معينه ما بتعرفش تشتغل غيرها، لا 2020 محتاج تغير الطريقه نفسها. عندهم برضو فلوس كويسه جايه لهم، عندهم برضو انفستمنت في عقارات، يعني عقارات شايفه عقارات او بيع وشراء هيبرعوا فيها جدا. عندهم سفر، عندهم برضو دخول علاقه عاطفيه جديده، يعني عقرب ما عندوش رجوع، عنده حد جديد هيدخل حياته. تمام. بعد العقرب قوس. برج القوس برج برضو انرجيتك، برج ناري، برج بيديكي باور بقى، بيحبوا الهزار، تحس ان برج محب للحياه، برج كده يخليكي تحبي الحياه. ما بيحبوش النكد خالص، بس مشكلتهم بيكرهوا المسؤوليه، بس لما تحطيهم في مسؤوليه بيبرعوا جدا، يعني هو برج ناري فقيادي، شخصيته قويه، اتراكتيف جدا، يعني بشوف ان برج القوس من اكتر الابراج جاذبيه يعني. 2020 برج القوس كان على فكره من اكتر الابراج حظا في 2019 المفروض، يعني مش عارفه الكلام ده كان ماشي معاهم ولا لا، بس 2020 الحظ مكمل معاهم. برضو طالع ستيب باي ستيب، عندهم قدره رهيبه ان هم يمسكوا، عارفه التراب يتحول ذهب. هم شاطرين لان بيعرفوا ازاي ما بيبذلوش مجهود كبير ويوصلوا اللي هم عايزينه، عارفه انت هو تلاقيه حدق كده، شخص حدق كده بيعرف، فهلاوي كده، فهلاوي بالظبط كده، مش عارفه برافو عليك، هو فهلاوي ان هو بيعرف باقل مجهود يوصل اللي هو عايزه، فتحس ان هو لا هو هيعرف يبقى فهلاوي ويوصل اللي هو عايزه باقل مجهود. عنده شهره على فكره، يعني اي حد بيشتغل في اي حاجه في برج القوس ليها علاقه بالفن او بالميديا او عايز يشتهر وينتشر، 2020 بتقول لك انا هديك الشهره اللي انت عايزها. في برضو برج الميزان، بس نسيت اقول النقطه دي. برج الميزان من الابراج اللي عندها شهره في 2020، عنده شهره في السوشيال ميديا كمان.
على النظام على النطاق العاطفي برضو القوس عنده opportunities كويسة، وعنده يعني بالعكس هو القوس عنده fear of commitment، ما بيحبش الارتباط. لا هو في حد هيدبسه السنة دي سنة 2020 وهيكلبسه كده وهيقرر الارتباط رسميا يعني. تمام. ندخل بعد كده على برج الجدي. أيوة. برج الجدي برضو من الأبراج الترابية الطموحة الهادية قوي قوي، اللي عندهم برضو شخصية قوية واثقين في نفسهم، من أكتر الأبراج طموحا، برج عارف وعايز إيه ويعني محدد وفاهم عنده بلانز. عيوبه بس إن هو هادي قوي لدرجة إن أنت يعني ممكن تحس إن أنت مش عارف تفهمه، وغامض غامض جدا يعني. برج الجدي انا بقول ان هو برج محظوظ جدا، سنة 2020 هتبقى يعني كأنها من السنين اللي مش هتعدي تاني على برج الجدي. yeah. فأي حد هيفكر في أي حاجة في برج الجدي يعملها بقى سنة 2020. يعني انتهزها فرصة ويخلصها من خلال 2020. بالظبط، يعني هيبقى عنده فرص في كل حاجة في الدنيا، يعني كاستثمارات جايله فلوس ان شاء الله بإذن الله حلوة جدا، كعاطفة كمان عنده استقرار، عنده أفراح في العيلة، يعني ممكن يبقى عندهم يعني هيتقلل برج الجدي مبروك كتير قوي قوي ان شاء الله في 2020. عنده كمان عقارات حلوة، يعني عقارات يعني هيشتري بيت جديد، هيشتري حاجة جديدة، عنده شراء كتير، حاجات كثيرة جديدة في العمل، عنده ترقيات، عنده نجاحات، انتصارات، فرح، تجمعات لطيفة. فأنا بقول لأي حد جدي سنة 2020 أكتر سنة عندك القدرة احلم واجتهد، لأن وسبيشالي في أول السنة اللي انت هتحلم بيها هتعرف تحققه. ندخل بعد كده على برج الدلو. الدلو وده برج مهم جدا طبعا. برج الدلو أنا بحب شخصيته جدا عشان هو برج طيب جدا، جدع، برج يعني صح، صاحب صاحبه قوي، شخصيته قوية، برج من الأبراج اللي دمها خفيف، بيحبوا الضحك وبيحبوا الهزار، متحدث جيد جدا، بيعرف يتكلم كويس، بيحب يساعد الناس، يعني بالنسبة له مساعدة الناس ده باشن يعني، وكريم جدا، هو من الأبراج الأكثر كرما برج الدلو على فكرة، وذكي جدا جدا، يعني حدش يستهون بذكاء برج الدلو يا جماعة، ده من أكثر الأبراج الذكية يعني. وعارف هو لو حط حاجه في دماغه مثابر وعنده حضور، يعني هو من الابراج اللي ليها حضور كده وليها ايجو يعني. مشكلته ان هو دايما بيتهم بالتناكه، يعني هو واثق في نفسه قوي لدرجه ان دايما اي حد دلو تحس ان هو ممكن يقول عليه ان هو مغرور شويه. غير كده كمان ان هو بيحب الحريه قوي، وبرج الدلو ما تعرفش تمسكه، انت لو حاولت تمسكه لا، انا عاشق للحريه وبحب الحريه، مش عايز حد يحاول يمسك حريتي يعني. ومتغير شويه يعني، يعني هو ما بيحبش يعني ما عندوش ستابيليتي شويه، فممكن بيغير يعني، عايز تغيير كتير دايما، برج الدلو كرييتيف بيحب التغيير. 2020 بالنسبه لبرج الدلو هو من اكثر الابراج حظا على فكره، برده في 2020 هي سنه تغيير، كانه بيشتغل على نفسه، عنده مفاجآت كتيره جدا للافضل، يعني في الشغل عنده حاجات كتيره افضل، في الحياه عنده كمان تغيير بيت، عنده تغيير، هيشتري حاجات كتيره نفسه فيها، عنده سفر، هو بيحب السفر قوي برج الدلو، من يعني من ابراج اللي بتستمتع في السفر. عنده كانه بيكتشف شخصيته من اول وجديد، انا بقول لاي حد دلو يعني كانه بيغير في شخصيته للافضل والاحسن، وشايفه عندهم حظ حلو جدا، وسبيشالي يعني من نص السنه لاخر السنه، يعني هم اول ثلاث شهور بس يعدوهم، بعد كده تلاقي بقى حظ وانطلاقه كويسه جدا. في العمل كمان عندهم شهره، يعني هيعرفوا برج الدلو من الابراج الديديكيتد، يعني هو لو حط حاجه في دماغه بيعرف يركز فيها، هو كرييتيف، ما بيحبش، بيحب يكون مختلف. فحاسه ان هي سنه اختلاف عن السنين اللي فاتت يعني. تمام. ندخل بعد كده على اخر برج، وهو برج الحوت. أيوة. وبرج الحوت ده برضه برج مميز جدا عشان هو من اطيب الابراج، يعني اكتر برج طيب، اكتر برج معطاء كريم، بيعشق الخير، يعني هو اكتر برج تلاقيه بيحب الخير، بيحب يساعد الناس. 2020 برضه بالنسبه لبرج الحوت سنه حظ، سنه سعاده، سنه انتصارات، سنه، بس هو اتظلم في 2019، فواضح ان هو هيجي له حقه، يعني برج الحوت من الابراج اللي كانت سنه 2019 سنه كبيسه وتعرض للظلم، فزي ما يكون حقه هيرجع له في 2000 يعني دي حاجه مميزه قوي للحوت، خاصه ان هو ايموشنال شويه، يعني هو عاطفي. فهم في 2020 جاي لهم حق، جاي لهم فلوس، جاي لهم برضو انتصارات في العمل، يعني زي ما يكون مثلا حد كان مديرهم مش راضي عنهم، او حد من زمانهم كان مثلا بيضغى عليهم في العمل، لا هم ياخدوا حقهم كويس قوي قوي. وفلوس برضو شايفه ان جاي لهم فلوس حلوه جدا، وعندهم سفر في الصيف، سفر كتير في الصيف كمان. طيب الاكثر حظا، الابراج الاكثر حظا، والابراج يعني مش هنقول يعني مش عايزين نقول ما فيش يعني اللي حظها قليل شويه،
بصي الابراج الاكثر حظا انا هقولهم يعني برج الحمل من الابراج الاكثر حظا، هيبقى عنده فلوس وعنده انتصارات وعنده نجاحات. برج الدلو من الابراج الاكثر حظا. برج الجوزاء كمان حظه هيبقى حلو جدا على نطاق الانفستمنت والاستثمارات. برج العقرب برضو حظه هيبقى احلى بكتير جدا، لان العقرب من الناس اللي كانت تعبانه جدا. بس التوب تو يعني اكتر برجين محظوظين هم برج العذراء وبرج الجدي. جدي توب 1 يعني مفيش حد هينافس برج الجدي في الحظ في 2020. هايل. اي حد عنده جدي يا جماعه اتبسطوا. تمام. طب قولي لي بقى انت اخبار المشاهير ايه؟ يعني عرفتي اخبار عن مين او توقعاتك عن مين من المشاهير؟ بصي ممكن اقول تامر حسني. قولي تامر. تامر حسني ممكن السنه دي يبقى عنده تحمل يعني عنده حاجه ليها علاقه كوميتمنت بعيله، يعني ممكن يبقى حد من العيله هيحتاج مساعدته. هو سبورتيف عشان هو برج الاسد، فحاسه ان هو هيبقى مصدر دعم لحد من العيله، وعنده سفر كتير، وعنده مثلا اي ثينك ممكن يعمل حاجه انترناشونال، يعمل اغنيه مع حد من بره، عنده دويتو من حد من بره، فممكن يفكر كده. هيبقى عنده شغل كتير بره مصر برضو. عنده ممكن برضو فتره في النص كده، يعني يبقى عنده عدم استقرار منزلي شويه في يعني مش عايز اقول كده، بس يعني في يعني شويه خلافات ممكن شويه، او هو محتاج يعمل توازن. ممكن تكون دي مشكله، ان هو مثلا من الناس اللي محتاجه تعمل توازن ما بين البيت وما بين الشغل يعني. بس يعني الاخر 3 شهور اللي هو مارش وابريل وماي دول بس ممكن يبقى فيهم شويه توترات، فهو يحتوي الموقف بس. طيب محمد صلاح. صلاح يا جماعه عشان هو برج الجوزاء. فكره برج الجوزاء. ايوه ده بصي ده العلامه المميزه بتاع ده احلى حاجه في برج الجوزاء هو محمد صلاح. ربنا يكرمه طبعا. ربنا يكرمه يعني كفايه حب الناس ليه بصراحه. بالظبط كده يعني. بصي برج الجوزاء يعني اعتقد ان هو ممكن يفكر يعمل انفستمنت، يعمل مشاريع حاجه كويسه يعني. دي ماي ادفايسز ليه يعني. هو لو فكر يعني هيجيب لنا اجوان كتير ان شاء الله. عنده سنه نجاح، هو من اكتر الابراج حظا عشان برج الجوزاء، فعنده وعلى فكره ممكن يجي له ان هو ينقل لنادي تاني بأفر عالي جدا جدا. يعني هو ممكن يفكر في الموضوع، بس اي ثينك ان هي ويل بي ستيبل يعني، بس هيجيله أفر اقوى بكتير جدا من اللي هو فيه دلوقتي. وعنده لا سنه ماديا كويسه وماليا، وعنده كمان زي حاجات تشاريتيز كتيره يعني. هو اصلا بيحب تشاريتيز ما شاء الله عليه. طبعا هو يعني معروف ان هو خير قوي بصراحه. هو ممكن يفكر يعمل تشاريتيز كتيره الفتره الجايه يعني. ربنا يوفقه. طيب لو اتكلمنا على المستوى السياسي، يعني احنا دلوقتي لما بنقعد قدام نشرة الاخبار بنشوف انه الدنيا حاسين ان هيحصل حاجة، وحاجة مش كويسة، وهتبقى فيها دول كتير، هيبقى في صراع، هيبقى في شبه حرب. احنا الله اعلم يعني. انت شايفة انه ممكن يحصل حاجة شرارة كده تطلع؟ بصي انا زي ما قلت ان سنة 2020 هي سنة توازن واستقرار. بالعكس انا شايفة ان ممكن تكون حصلت احداث في 2000 وخاصة اخر اواخر عالميا يعني، وعلى مستوى الشرق الاوسط في اواخر 2019. لا بالعكس انا شايفة ان هيحصل زي عارفة انت كالمنج داون كده يعني، كأن الاوضاع هتهدى. يا رب نتمنى. وانا يعني شايفة كمان بصي ان في بوينت انت قلتيها عايزة اثرها معلش يعني عشان ليها علاقة بعلم الطاقة. موضوع الاخبار يعني، انا دايما بشوف بوزيتيف اتراكت بوزيتيف ونيجاتيف اتراكت نيجاتيف. يعني احنا دايما لازم نفكر بايجابيه، ولازم حتى على نطاق الدول يعني انا بشوف الناس اللي هم زي حضرتك مسؤولين عن التوك شوز يحاولوا ان هم على قدر الامكان ينقلوا قدر من الايجابيه. عشان بصي هقول لك في اخبار ممكن ان انت تحوليها الى قدر من الايجابيه، لكن في اخبار عالميه لازم تقولي الخبر صريح زي ما هو، تقدريش ان انت تغيري فيه، واخده بالك؟ فدوت انت غصب عنك. فاللي بيسمعه المتلقي اكيد بالتالي بيتوقع انه في صراع هيقوم في المنطقه مثلا. بالظبط. فبنقول يا رب يعني ما يحصلش. بس انا ماي بوينت ان حتى التوك شوز يحاولوا ان هم لما يجي ينقلوا الاخبار ينقلوها دايما، عقلنا الباطن بيتاثر جدا باي معلومه بتدخل فيه، في اي كلمه، اي معلومه بتتقال بتدخل كده بترسخ وبتاثر على الاتيتيود بتاعنا او السلوكيات. صحيح. بتاعتنا. فانا دايما يعني ده نداء للناس يعني، على قد ما نقدر نكون حتى في الاخبار، حتى لو خبر سيء ندي في الاخر مسج ايجابيه في يعني في اخر الحدث يعني. فلا بس انا على النطاق الدولي انا شايفه ان هيحصل استقرار، بس ممكن في شهر 6 يحصل يعني عارفه انت اللي هي حاجه كده شراره كده تطلع، بس هيتم اخمادها سريعا جدا. هايل. يعني استنى نقول الحمد لله انها ان شاء الله هيكون فيها نوع من الاستقرار السياسي والتوازن. تمام. نسال عن مين تاني؟ في حد تاني من المشاهير عايزه
تقولي عنه توقعات؟ بصي، برج الميزان، برج الميزان عندنا فيه مشاهير كتير جدا، يعني عمرو دياب برج الميزان، شيرين عبد الوهاب برج الميزان، عمرو اديب برج الميزان. انا شايفه ان برج الميزان عندهم اوبورتيونيتي قويه جدا جدا، انا بتكلم جنرال عشان هم تحت نفس البرج، يلمعوا في السوشيال ميديا. فانا عندهم عارفه انت اللي هو اتس ذير جولدن بقى تشانس ان هم يلمعوا على اي حاجه ليها علاقه بالسوشيال ميديا. لو قلنا شيرين كان عندها شويه مشاكل الفتره اللي فاتت 2019 بالتحديد، يعني 18 اخر 18 و19 كان لها تصريحات كثيره وكان لها مشاكل كثيره شيرين. دي مشكله عند برج الميزان. بصي شايفه ايه بقى 2020؟ لا بصي، عايزه بس على اعقب عن ناحيه، انا قلت لك برج الميزان ما بيسكتش، برج الميزان حتى جنرالي احد برج الميزان ما بيعرفش يسكت، لازم يرد، لازم يقول، يعني دي طبيعه برج الميزان. وسبيشال ست الميزان من الستات القويه جدا، يعني ما يعرفش يسكت عن حقه. مثلا في ابراج تقول لها كلمه ويقول لك ماشي، اللي هو يسكت ومش لازم لا برج الميزان بيرد يعني. بس انا شايفه 2020 هي شي والبوم ان سوشيال، مش عارفه هي ممكن تبقى حاجه بوزيتيف او نيجاتيف، بس دي حاجه هتحصل على السوشيال ميديا هتكسر الدنيا. لا لدرجه هو مش هيبقى سوشيال ميديا، مين يعني فيسبوك وانستجرام ويوتيوب حاجه هتحصل عليها. يعني مش عارفه، بس انا شايفه ان هي حاجه ممكن تكون ايجابيه او حاجه سلبيه، بس الميزان هيكسر الدنيا، في حاجه هتحصل عنده فيري بيج بوم كده، عارفه انت دي حاجه مش متوقعه هتكسر الدنيا عنده، فاتمنى تكون حاجه ايجابيه ان شاء الله يعني. طيب معانا تليفونات طبعا، انت عارفه الناس كلها بتبقى منتظره فقره الابراج. معانا مين يا جماعه؟ امال من القاهره. امال، ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. عايزه اعرف عن برجي 29. 29 29 ده برج العذراء، بس هو يعتبر عذراء ميزان يعني. امال صح؟ هو انت امال عايزه اعرف عن الارتباط والعمل. انت مرتبطة اصلا؟ مش مرتبطة؟ لا لسه. طيب انت قلتي انه بتالي في حظ في الارتباط. بالظبط، هو بس هي تعتبر اخر يوم في برج العذراء، وخلاص يعني تاني يوم هيبقى برج الميزان، فهي بتجمع ما بين برجين. بصي يا مال، اول حاجة شايفة ان شاء الله باذن الله على نطاق العمل عندك نجاحات كويسة جدا، وعندك فرص كتيرة حتى في الترقية او تغيير العمل ان شاء الله باذن الله. على نطاق العاطفة يعني شايفة ان 2020 فيها فرصة كبيرة للارتباط، بس من أول نص السنة لحد آخر السنة، مش أول ست شهور في السنة. عمار من الشرقية. ألو. ألو. أيوة اتفضل يا عمار. برج إيه؟ ممكن بس أسأل 21 واحدة برج إيه؟ 21 واحد برج إيه؟ ده دلو وجدي برضه، ده برضه آخر يوم في آخر، هو يعتبر يوم كومن ما بين الجدي والدلو. طب أنت عايز تسأل على حاجة معينة؟ إيه؟ عايز تسأل على حاجة معينة؟ أيوة بس عشان الدراسة وكده يعني. لا، برج الدلو السنه دي ان شاء الله باذن الله على الدراسه عنده نجاحات كويسه جدا، وكمان هتجيب يعني يعني اكتر من اللي انت متوقعه كمان، بس محتاج شويه ان انت تبطل تتكلم عن نفسك، يعني بطل تتكلم كتير واشتغل اكتر، لان الدلو بيتكلم كتير عن نفسه فبيبقى معرض اكتر للحسد يعني، او بياخد عين بسرعه. فشايفه ان انت محتاج تركز شويه في الدراسه، ومحتاج ان انت ما تتكلمش كتير عن انت بتعمل ايه وما بتعملش ايه، يعني خليك كتوم اكتر يعني. في تليفونات. امين من سوهاج. الو. حضرتك عايز اسال على الو. امين وصل تليفون قطع. معاكو تليفونات تاني. محمد من القاهره. الو. السلام عليكم يا فندم. ايوه قول لي، انت برج ايه؟ حضرتك انا 9/8. 9/8 ده برج اسد. في حاجه معينه عايز تسال عنها؟ عن العمل والدوار والحياه الزوجيه. طب اوكي. هو متجوز؟ انت متجوز؟ بتلاقي صوتك كده لسه صغير. متجوز. متجوز؟ اوكي. برج الاسد على الحياه العمليه شايفه ان عنده نجاحات كبيره جدا ان شاء الله، بالعكس عنده ترقيه وعنده تغيير عمل لحاجه افضل. في الحياه الجنرالي لا، هو صحيا كمان هيبقى افضل، ممكن كان صحيا عنده مشاكل في 2019 هيبقى افضل. زوجيا بس تحاول نهدى شويه، نحتوي الطرف الاخر. تقريبا انه هيبقى في خلافات في نص السنه وهتعدي. يعني الابراج اللي عندهم شويه اون واف في العلاقات، يعني جوزاء واسد الاثنين دولت، فيعني حاول نهدي الموقف، نحتوي الطرف الاخر، نسمع اكتر، بلاش عصبيه. اخر تليفون معلش عشان الوقت. امام من الشرقية. الو. الو. ايوه امام.
انا كنت 22/2. انت في سنة كام؟ لا انا ايمان بنت. ايمان اه ايمان سوري حبيبتي معلش سمعتها ايمان. ايمان انت في سنة كام؟ تالتة اعدادي. تالتة اعدادي عايز تسألي عن ايه؟ يعني على الحياة العملية وكده. العملية لسه شوية الدراسية ممكن طيب؟ قصدي دراسية. اوكي. برج الدلو زي ما قلت ان هو برج لا السنة دي عندك نجاحات وعندك يعني بس محتاجة تركزي شوية وعندك كمان تغيير في شخصيتك يعني انت هتحسي ان انت اتغيرتي شوية شخصيتك يعني كأنك بيرسوناليتي بتاعتك بتغيري في ستايلك حتى بتغيري في طريقة لبسك وعندك كمان سفر يا امان يعني ممكن تسافري حتى جوه مصر يعني او بره مصر يعني. بس برج الدلو عنده سفر بس زي ما قلت قبل كده كان في حد تليفون برج الدلو يبطل يتكلم شويه عن نفسه لانه من الابراج اللي سهل ان هو يتاثر بالعين يعني الدلو بيحس بسرعه جدا جدا هو وعذراء كمان وميزان كمان الثلاثه دول بتحسدوا بسرعه فائقه يعني طب ايه سبب حسدهم يعني؟ هما روحانياتهم عاليه يعني برج الدلو انا ما اعرفش حضرتك كده ولا لا بس برج الدلو دايما لما بيحس الحاجه بتحصل عنده قدره رهيبه على التخاطر وقانون عارفه انت التخاطر ان هو اول ما بيحس بحاجه وبيفكر فيها بتحصل لدرجه ان هو بيخاف لو فكرتي يعني في حد يتصل بيكي على التليفون بالظبط ميزان كده ميزان برضو التخاطر بتاعه قوي جدا روحانيا قوي جدا عذراء كمان كده حوت روحانيا قوي جدا قوس روحانيا دول ابراج روحانيه يعني يعني عندهم قدرة إلهية سبحان الله يعني إن هم اللي بيفكروا فيه بيحصل بيتخيل حاجة قبل ما تحصل فالدلو روحانياته عالية فدايما الناس روحانياتها عالية دي بيبقوا معرضين للعين أو للحسد أكثر يعني وكمان دلو بيتكلم كتير يعني دلو من النوع اللي مش بيخبي هو تلقائي جدا فدايما تحس انا هعمل وانا عملت وبيتكلم عن نفسه كتير مش خبيث مثلا ان هو يقعد يخبي ويبقى بيداري لا هو بيتكلم عادي ما فيش داري على شمعتك دي فدايما بيتاخد العين المتينة طيب النصايح طيب اوكي بيسالوني في الكنترول يعني النصايح بقى العامه اللي نختم بيها لجميع الابراج يعني اوكي بصي زي ما قلت ان 2019 خلاص احنا نعتبرها صفحه وانطمت وانطوت بس لازم يكون في تسامح يعني دايما الحاجه اللي احنا نفضل زعلانين منها تفضل ماسكه فينا فلو انت متضايق من حد في 2019 لازم تحس بينك وبين نفسك ان انت خلاص انت متسامح والموضوع مش مأثر فيك فاحنا زي ما نكون بنقفل صفحه بكل حاجه فيها بلاش نكون مرتبطين تاني حاجه لازم يكون عندنا اهداف يعني ندخل كده نعمل ريكونسيليشن او يعني عارفين انتوا كشف حساب انا بشوف دايما ان اول السنه دي اوبورتيونيتي او فرصه عظيمه ان انت تعمل كشف حساب مع نفسك يعني تجيب ورقه وقلم اجنده ورقه بيضه كده وقلم وتقول الاخطاء اللي انت حصلت لك في 2019 اللي انت عايز تتعلم منها او شايف ان هي كانت معلمه في حياتك لدرجه ان انت المفروض ان انت تتاثر بيها وتبقى افضل في سنه 2020 تاني حاجه الاشخاص اللي انت عايز تتخلص منهم في حياتك يعني في ناس كده اللي هي شخصيات سامه في حياتك انت شايف ان هم بياخدوا من طاقتك بياخدوا من انت مش بتستفيد منهم على قد ما هم بياخدوا منك فدي خلاص اشخاص دي نقول لهم شكرا ونعلم عليهم كده ونعرف مين اللي مكملين معانا ل 2000 في 2000 في 2020 تاني حاجه لازم يكون عندي اهداف محدده او عندي يعني انا عارفه انا عايزه ايه يعني نحدد اهدافنا وتبقى اهداف بعيده المدى واهداف قريبه المدى وانا بشوف ان اهم اهداف ان كل واحد فينا يشتغل على علاقاته اول حاجه علاقتك بربنا يعني من اعظم واحسن الحاجات علاقتك بربنا ان انت تحافظ على صلاتك تحافظ على ان انت تعمل حاجات كويسه تبتعد عن الحاجات اللي بتغضب ربنا أيوة. تاني حاجه علاقتك باهلك واهم حاجه باباك ومامتك يعني دايما بشوف ان علاقتك باهلك يعني من احد اسباب نجاحك وصله الرحم دي حاجات من اللي بتوسع الرزق يعني صله الرحم لها علاقه طرديه جدا بتوسيع الرزق تالت حاجه علاقتك بنفسك ان انت ازاي تعمل ديفلوبمنت لنفسك ازاي تحافظ على صحتك الجسديه يعني الجسديه اللي هو يعني ربنا سبحانه وتعالى وهبنا جسد وهيحاسبنا بعد كده يعني جسدنا ده افننا في ايه فلازم يبقى عندنا نهتم بالرياضه انا شايفه الرياضه مهمه جدا كباور او حتى كانرجي نهتم بالغذاء الصحي او الفتنس بتاعتنا نهتم كمان بشرب الميه نصحى بدري ننام بدري انا عن نفسي مش اصحى بدري ونفسي اغير ده في 2020 فنشوف العادات اللي هتاثر علينا جسديا لان انت لو جسدك مش صحيح انت مش هتقدر تكمل وتاني حاجه الصحه النفسيه ان انت ازاي تكون افضل ازاي تكون واثق في نفسك ازاي تشوف نفسك ان انت داخل تبقى افضل لان انت لو مش عندك ثقه في نفسك الاخرين او ناس تانية مش تثق فيك فلازم تشتغل على نفسك نفسيا ان انت تبقى افضل واحسن ودايما انا بشوف ان انت طالما انت عايش كل يوم بتتعلم حاجه جديده اكيد
يعني طول ما انت بتتعلم حاجه جديده فانت ماشي في طريق سليم يعني. صحيح. لو مش بتتعلم يبقى في حاجه غلط. اه بالظبط كده، حتى لو حاجه بسيطه يعني، حتى الطفل الصغير كل يوم بيتعلم حاجه جديده، انت كمان حتى كادلت او حد كبير كل يوم تتعلم معلومه بسيطه او حتى مهاره جديده، طالما انت بتتعلم يبقى انت ماشي في الرايت تايم. وفي حاجه ثانيه ابو عايزه اعلي الشعار ده يا جماعه، بوزيتيف اتراكت بوزيتيف، يعني لايك اتراكت لايك، ده قانون في علم الطاقه. طول ما انت بتفكر في ايجابيه هتجذب كل حاجه ايجابيه في حياتك. بصي رشا، انت اصلا خبيرة طاقة. علم الطاقة، وأنا نفسي أتكلم عن علم الطاقة بمناسبة السنة الجديدة، بس طبعا احنا وقتنا خلص أكيد. ولازم نمشي، فأوعدينا إن شاء الله أن أنت هتكوني معنا إن شاء الله. هتتكلمي عن الطاقة الإيجابية، لأنه احنا في حاجات كتير حوالينا بتخلينا يجي لنا طاقة سلبية غصب عننا. اه بالظبط. فتيجي بقى تنصحينا وتقولي لنا إزاي أن احنا نقدر نخرج من الطاقة السلبية ونروح للايجابيه في حلقات جايه. بشكرك رشا مراد. ميرسي جدا ليك على المعلومات اللي انت قلتي لنا النهارده، وكل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه، وان شاء الله يبقى وشك حلو علينا ان شاء الله 2020 ان شاء الله. بس انا مبسوطه جدا اني كنت معاكي النهارده، واول يوم في السنه وبدايه جديده كده موفقه ومن نجاح لنجاح ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي رشا. مشاهدينا بشكركم، كل سنه وانتم طيبين، سنه حلوه علينا وعلى الكل. انتظرونا حلقه جديده و90 دقيقه. تصبحوا على خير.